Buongiorno ragazzi, come state? Oggi facciamo una nuova lezione che parla dei verbi transitivi e intransitivi. I verbi si possono distinguere in transitivi e intransitivi. يعني الكلام ده يعني الأفعال حتى في اللغة العربية ممكن تقسم إلى transitivi و intransitivi. Transitivi دي زي اللي هي بنسميها في اللغة العربية الأفعال المتعدية، والintransitivi هي الأفعال اللازمة. هنشوف بالتفصيل يعني إيه الكلام ده. طيب هنيجي نشوف هنا أول حاجة i verbi transitivi. Il verbo si dice transitivo quando l'azione passa direttamente dal soggetto all'oggetto, persona, animale o cosa, senza usare una preposizione. Pertanto, i verbi transitivi ammettono il complemento oggetto diretto. يعني il كلام ده يعني أنا بقول على الverbo إنه هو transitivo لما l'azione اللي هو الحدث اللي الفعل نفسه بيشير إليه. يعني إيه حدث الفعل بيشير إليه؟ يعني مثلا لما أجي أقول أكل، أكل ده فعل verbo زي mangiare. طيب ده كلمة عبارة عن كلمة، الكلمة دي بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى عملية الأكل، بتشير إلى حدث الأكل. لما أقول شاربة، شاربة دي كلمة عبارة عن فعل بتشير إلى عملية الإيه؟ الشرب أو عملية تناول أي مشروب وهكذا. فهنا هنيجي نقول بقى لما الفيربو أو الفيربو بنقول عليه ترانزيتيفو، لما الحدث اللي بيشير إليه الفعل بينتقل مباشرة من الفاعل اللي بيقوم بالحدث إلى المفعول، سواء كان المفعول ده بقى شخص أو حيوان أو شيء، بدون استخدام حرف جر. طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجة، الكلام ده هنفهمه اكتر من خلال الاكزامبل دلوقتي، بس هأكد تاني. يعني ايه فيربو ترانزيتيفو؟ يعني هو الفعل اللي فيه الحدث اللي الفعل بيشير اليه بينتقل من الفاعل للمفعول مباشرة بدون استخدام اي حرف جر. وعشان كده pertanto i verbi transitivi ammettono il complemento oggetto diretto، عشان كده الافعال المتعدية بتقبل اللي اسمه المفعول به المباشر. دكتور احنا مش فاهمين اي حاجة والدنيا اتلخبطت مننا خالص. طيب نعتبر نفسنا ما قريناش البرانو ده خالص ولا محتاجينه في حاجة، تعالوا نشوف اكزامبل هتفهمنا اكتر. عندنا اول حاجة لما اشوف الاكزامبل ده، مارتا مانجا اون ارانشا. هنا يعني ايه مارتا مانجا اون ارانشا؟ يعني مارتا تأكل البرتقالة. طيب فين السوجيتو في الفرازي دي؟ فين الفاعل؟ الفاعل هو مارتا. طيب فين الفيربو؟ مانجا. طيب مارتا مانجا ايه؟ كي كوزا بتاكل ايه؟ اونا رانشا. يبقى اونا رانشا دي بالعربي عندنا نقول عليها ايه؟ مفعول به. اللي هي بالايطالي بقى اسمها كومبلمنتو اوجيتو. اسمها ايه؟ كومبلمنتو اوجيتو، مفعول به. طيب هل ما بين الفعل اللي هو مانجا ده والكومبلمنتو اوجيتو اون ارانشا ده في بريبوزيزيوني هنا في النص؟ لا مفيش بريبوزيزيوني. يبقى الكومبلمنتو اوجيتو ده بقى اسمه ديريتو، بقى اسمه مباشر. ليه ديريتو؟ عشان مفيش هنا اون بريبوزيزيوني. طيب احنا بنسال عن الكومبلمنتو اوجيتو ده بايه؟ بنسال عنه بكي كوزا. يعني يقول هنا مثلا مارتا مانجا كي كوزا، او كي كوزا مارتا مانجا، بتاكل ايه؟ هنقول مارتا مانجا ونارانجا، بتاكل برتقانة. زي ما احنا شايفين هنا احنا ما بنستخدمش خالص اونا بريبوزيزيوني. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. ك
كريم سالوتا ناتاليا. طيب نيجي نشوف هنا نحلل الفراز دي، فين السوجيتو؟ كريم هو ده السوجيتو. كريم سالوتا، سالوتا يعني بيحيي او بيسلم. بيسلم على مين؟ بيسلم على ناتاليا. ناتاليا هنا هي الكومبلمنتو جيتو، هي المفعول به. طيب هل الكومبلمنتو جيتو ده ديريتو؟ هل هو مباشر؟ اجي ابص كده قبله ما بين الفيرب وما بين الكومبلمنتو، هل في هنا بريبوزيسيون في النص بعد الفيرب هنا في بريبوزيسيون او لا؟ ما فيش. يبقى ده هنا ايه؟ ده كده كومبلمنتو جيتو ديريتو، مفعول به مباشر. وناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان فيربو سالوتاري نيلا لينجوا ايطاليانا مش عامل زي فيربو يسلم على في العربي. يعني احنا عندنا مثلا بقول ايه؟ يسلم على فلان، ده انا لازم باخد حرف جر. لكن في العرق في الايطالي نقول كريم سالوتا ناتاليا، سالوتا كارلا، على طول من غير حرف جر، عامل زي فعل ايه؟ يحيي. عندنا فعل يحيي ده برضو فعل متعدي في اللغة العربية، وبقول مثلا ايه؟ الطالب يحيي معلمه. خلاص هنا بقى سالوتاري عشان ما نتلخبطش نترجمها بفعل يحيي. يحيي هنا ده هو مطابق لسالوتاري، لكن لو فكرنا في معنى يسلم على هلاقي نفسي بتلخبط. طيب نيجي نسأل بقى هنا ايه على الجملة دي؟ هقول ايه؟ كريم سالوتا كي، كريم بيسلم على مين؟ هقول كريم سالوتا ناتاليا. زي ما انا شايف كده ان انا استخدمت المره دي بقى مش كي كوزا، المره دي استخدمت كي عشان الكومبلمنتو جيتو اونا بيرسونا، شخص. تعالوا نشوف اكزامبيو تاني، جوفانا ستيرا اونا كاميتشا. طيب يعني ايه؟ يعني جوفانا بتكوي قميص. طيب تعالوا نشوف فين السوجيتو اللي هو جوفانا. طيب جوفانا بتعمل ايه؟ ستيرا، بتكوي. ستيرا كي كوزا، بتكوي ايه؟ اونا كاميتشا. طيب ده هنا بقى اللي انا عايز اعرفه، هل الفيرب ستيرا ده هنا ترانزيتيفو ولا انترانزيتيفو، متعدي ولا لازم؟ هاجي ابص كده، في هنا بعد فيرب ستيرار ده في كومبلمنتو، في قصدي بريبوزيسيون، في حرف جر؟ لا مفيش حرف جر، يعني جه على طول المفعول بيجي بعده مباشره. جه بعده مباشره اهو بدون حرف جر. بدون حرف جر، يبقى ده هنا اسمه فيربو ترانزيتيفو. وبدام الفيربو ده ترانزيتيفو عشان هو خد مفعول به مباشره بدون استخدام حرف جر، يبقى المفعول اللي بعده ده هيبقى اسمه كومبلمنتو اوجيتو. مش بس كده، كومبلمنتو اوجيتو ديريتو. ليه ديريتو؟ عشان جه ديريتامنت، مباشرة. طيب تعالوا نسأل على الجملة دي، هقول جوفانا ستيرا كي كوزا، جوفانا بتكوي ايه؟ فهقول جوفانا ستيرا ونا كاميتشا. كل ده هنا مفيش خالص ايه؟ حروف جر. اعتقد ان الفكرة بدأت توضح. يبقى هنا بقول على الفيربو ان هو ترانزيتيفو لما الحدث اللي الفعل بيشير اليه اللي هو مثلا مانجارو وسالوتاري واستيرار اللي هنا دول بيمر من الفاعل للمفعول مباشرة. يعني ايه بقى مباشرة؟ اعتقد احنا فهمنا ان هو بدون استخدام حرف جر. طيب تعالوا نشوف اسامبيو تاني، il papa benedice la folla di fedeli. يعني ايه؟ يعني البابا بيبارك مجموعة او جماعة المؤمنين. طيب مين هنا السوجيتو اللي هو il papa؟ طيب فين الفيربو benedice؟ طب فين الكومبلمنتو اللي هو la folla dei fedeli؟ طيب لا فولا دي فيديلي، لما نيجي بقى نشوف هنا الفيربو ده الاول ترانزيتيفو ولا انترانزيتيفو، هاجي ابص كده، احنا قلنا ده الفيربو وده الكومبلمنتو. طيب في هنا ما بينهم في النص كده في بريبوزيسيون؟ لا مفيش بريبوزيسيون، معنى كده ان الفيربو ده ترانزيتيفو، وبدام هو ترانزيتيفو يبقى اللي جاي بعده ده هنا ايه؟ كومبلمنتو جيتو ديريتو. يعني ليه ديريتو؟ عشان جاي ديريتو
جاي مباشرة senza una preposizione من غير حرف جر. طب هسأل عنه ازاي الكومبلمنتو اللي في الجملة دي؟ هقول il papa benedice chi، البابا او البابا يعني بيبارك مين، فاقول البابا benedice la folla di fedeli. اخر اسمبيو فابيو اروتو لا بيتشيكليتا. نيجي نبص هنا فين السوجيتو فابيو، فين الاتسيوني اروتو كسر، طب فين الكومبلمنتو، فين المفعول اللي هو لا بيتشيكليتا، ده كومبلمنت اوجيتو. هقوله بقى ديريتو ولا انديريتو؟ لا ده ديريتو يا دكتور. ليه ديريتو؟ عشان ما فيش بريبوزيشن. يعني ايه؟ طيب ايه اللي احنا اكتشفناه لما ما لقيناش بريبوزيشن؟ اكتشفنا حاجتين، ان الفيربو ده كده بقى اسمه ترانزيتيفو، وان الكومبلمنتو ده بقى اسمه كومبلمنتو اوجيتو ديريتو. قلنا ليه ديريتو؟ عشان viene direttamente، بيجي مباشرة dopo il verbo، بعد الverbo. طب هسأل على الجملة دي ازاي؟ هقول Fabio ha rotto che cosa، كسر ايه؟ فهقول ha rotto la bicicletta. طيب هنا بنقول negli esempi precedenti l'azione، يعني في الأمثلة السابقة l'azione الحدث mangia saluta stira benedice ha rotto، الاحداث دي اللي كانت موجوده اللي هي مشار اليها من الافعال اللي كنا كلها بنتكلم عليها في الامثله اللي اتكلمنا عليها من شويه. كمبيوتر ده السوجيتو، الاحداث دي تمت بواسطه الفاعل في الجمل مارتا وكريم وجوفانا والبابا وفابيو. الافعال دي اللي تمت بواسطه الفاعل ده ا اون اوجيتو، كان ليها مفعول su cui transita، في الأحداث اللي بتتم بواسطة الفاعل كان ليها مفعول بتنتقل إليه، وعشان كده بنقول عليها verbo transitivo. يبقى تسمية transitivo دي جاية من إن هي transita بتنتقل in maniera diretta بشكل مباشر، cioè senza una preposizione، يعني بدون حرف جر. يبقى انا هنا بس مجرد باكد لكم يعني ايه فيربو ترانزيتيفو. فيربو ترانزيتيفو اللي هو في الحدث بينتقل من الفاعل اللي قام بالحدث للمفعول بدون ايه، بدون una preposizione. تمام، ده كده اسمه فيربو ترانزيتيفو. الفيربو ترانزيتيفو بيجي بعده كومبلمنتو اوجيتو ديريتو، بيجي مفعول به مباشر. لما بقى الاقي كومبلمنتو اوجيتو ديريتو هنحط مكانه، الجملة دي مش تفهموها دلوقتي بس نفهمها، اما الاقي كومبلمنتو اوجيتو ديريتو، اما الاقي كومبلمنتو مفيش قبله حرف جر، هنحط مكانه برونومي ديريتو. تقول ايه بقى كمان ده البرونومي ديريتو؟ ده هنتكلم عنه مع بعض في الدرس الجاي، يعني ده مجرد تمهيد للدرس الجاي. طيب احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن اي فيربي ترانزيتيفي، هنشوف بقى دلوقتي اي فيربي ان ترانزيتيفي اللي هم عكس اللي احنا اتكلمنا عنهم. il verbo si dice in transitivo quando، نقول ان الفيربو ده ان ترانزيتيفو يعني لازم، مش متعدي بقى، الترانزيتيف دي اللي هي كانت بتتعدى للمفعول، دول هنا بقى الان ترانزيتيفو. هنقول ان الفيربو ان ترانزيتيفو يعني لازم غير متعدي لما او في الحالات التاليه: واحد لاتسيونه سي ازاوريش نل سوجيتو كي كومبي لاتسيونه. يعني ايه؟ يعني الحدث اللي هو الفعل بيشير اليه سيزوريش، يعني سيزوريش يعني فينيش يعني بينتهي، نيل سوجيتو عند الفاعل كي كومبيلاتسيون اللي بيقوم بالحدث. يعني الحدث اللي انا فهمته من الفعل ده اثره ما بيمتدش لحاجه بعد الفعل نفسه، مش فاهمين اي حاجه. طيب نشوف اسامبي: فرانشيسكو اروسيش اوني فولتا che qualcuno lo fissa. يعني ايه؟ يعني فرانشيسكو بيحمر. يعني ايه بيحمر؟ نقول بيحمر خجلا، خلاص. يعني وشه بيحمر من الخجل
ogni volta, كل مرة che qualcuno lo fissa, كل مرة حد ايه يحدق النظر فيه بيحمر خجل. طيب تعالوا نشوف هنا فرانشيسكو ده هو السوجيتو، فين الفيربو arrossisce؟ طيب مين اللي بيحمر؟ هو فرانشيسكو نفسه. هل في مفعول تاني؟ لا، فرانشيسكو هو الفاعل، والحدث اللي بيدل عليه الفاعل هنا بينعكس على مين؟ على فرانشيسكو نفسه. يعني هنا كده فاعل اسمه ايه؟ intransitive، يعني ما بيمتدش لايه، ما بيمتدش لمفعول بعده، لا الفاعل، الإشارة بتاعت الفعل بتعود على الفاعل نفسه. طب تعالوا نشوف حاجة تانية. finalmente il figlio di Anna e Filippo è nato. فين هنا السوجيتو؟ فين الفاعل؟ il figlio di Anna e Filippo، ابن أنا وفيليبو. ماله؟ è nato، هو اللي اتولد، الفاعل هو اللي اتولد. يبقى هنا الفعل ده في مفعول بعده؟ لا، يبقى هنا الاتولد ده عايدة على مين؟ على الفيليو نفسه اللي هو الفاعل. عندنا بعد كده لوكا باسيجا، يعني لوكا بيتنزه، لوكا هو الفاعل، باسيجا هو ده الفعل، بيتنزه، مفيش مفعول تاني خلاص. عندنا أنا دورمي، أنا تنام، هنا أنا هي الفاعل ودورمي الفعل. الأكسيون بتشير إلى مين؟ هل في مفعول؟ لا، ده بتشير إلى الفاعل نفسه. ده كده اسمها فيربي انترانزيتيفي. نيجي نقرأ الكلام ده. Negli esempi precedenti il verbo arrossisce, è nato, passeggia, dorme, esprime un'azione che coinvolge solo il soggetto Francesco, il figlio di Anna e Filippo, Luca, Anna. L'azione si esaurisce sul soggetto e non si estende su nessun oggetto esterno. يعني ايه الكلام ده؟ بنقول هنا negli esempi precedenti، في الأمثلة السابقة، il verbo اللي هم الأفعال بقى المكتوبة عندنا هنا دي arrossisce، è nato، passeggia، dorme، كل الأفعال دي مالها؟ esprime un'azione، بتعبر عن حدث. ماله الحدث ده؟ che coinvolge solo il soggetto، بيشمل أو بتضمن فقط مين؟ الفاعل. الفعل ده، الكلمة دي، الكلمات دي كلها، الأفعال دي كلها بتدل على حدث بينعكس أو بيشمل بس مين؟ الفاعل اللي هو مين؟ اللي هو فرانشيسكو والفيلو ديانا وفيليبو ولوكا وأنا، اللي هما الفاعل الموجود عندنا في الجمل دي. L'azione si esaurisce sul soggetto، يعني ايه؟ يعني l'azione بينتهي، finisce sul soggetto، بينتهي عند الفاعل. E non si estende، ولا يمتد، su nessun oggetto esterno، لا يمتد الى اي مفعول ايه؟ خارجي، يعني في الخارجي مقصود بها بره الايه؟ بره الفاعل. تعالوا نشوف الحالة التانية اللي بنقول فيها ان الفيربو ده intransitivo. Il verbo si dice intransitivo quando l'azione passa dal soggetto al complemento della frase tramite una preposizione e costituisce un complemento indiretto collegato mediante la preposizione a. طبعا ده بالنسبة لكم ايه؟ فزورة. طيب تعالوا نفهم بالراحة ايه الكلام ده. بنقول ان الفيربو intransitivo، احنا شفنا الحالة اللي فاتت بقى خلاص، قلنا لما الحدث بيعود على الفعل نفسه. الحالة التانية ان الاكسيون، الحدث بينتقل من الفاعل الى المفعول اللي موجود في الجملة، ولكن tramite una preposizione، من خلال حرف جر. يعني هلاقي فيه فاعل وهلاقي فيه فعل وهلاقي فيه مفعول، بس المفعول المرة دي مش هيكون جاي مباشرة،
مش هيكون جاي من غير حرف جر، لأن المرة دي هيكون جاي بحرف جر، عشان كده هقول عليه intransitivo. طيب في الحالة دي الكومبليمنتو بقى اللي هو موجود في الجملة دي اللي هو جاي قبله حرف جر بيعمل ايه؟ costituisce un complemento indiretto، هيكون حاجة اسمها ايه؟ complemento indiretto، مفعول غير مباشر، collegato mediante la preposizione a، المفعول الغير مباشر ده هيرتبط بالفعل او هيجي بعد الفعل من خلال حرف الجر a. خدوا بالكم احنا بنتكلم عن حرف الجر a بس، تمام؟ دي تاني حالة، ان الجملة هلاقي فيها فاعل، هلاقي فيها فعل، وهلاقي فيها برضو مفعول، بس المرة دي المفعول مش مباشر، المفعول مش complemento oggetto diretto، لا المرة دي عندي المفعول هو complemento indiretto غير مباشر. ليه؟ عشان في قبله la preposizione a. طيب تعالوا نشوف esempi، قبل الاسامبي نقرا الجملة دي. pertanto i verbi intransitivi non ammettono il complemento oggetto diretto، عشان كده عشان الافعال اللازمه اللي هي الانترانزيتيف اللي بتاخد مفعول ما بيجيش، ما ينفعش تاخد مفعول من غير حرف الجر، الافعال دي اللي هي اللازمه اللي هي الانترانزيتيف دي نون اميتونو لا تقبل الكومبلمنتو اوجيتو ديريتو، ما ينفعش احط بعدها كومبلمنتو اوجيتو ديريتو، ما ينفعش احط بعدها مفعول مباشره كده بدون حرف جر، يبقى انا كده بكتب una lingua italiana sbagliata، غلط، تمام؟ طيب per esempio io telefono subito a Fabio. طيب نيجي نشوف هنا مين السوجيتو؟ io، فين الفعل؟ telefono subito a Fabio، فين بقى المفعول هنا؟ هو a Fabio، يبقى هقول هنا هو يا دكتور يعني هو انا ما ينفعش io اقول io telefono Fabio على طول؟ ما ينفعش. فيربو تليفوناري ده من الافعال اللي لازم تاخد بعدها حرف جر أ قبل المفعول. طب وده احنا نعرفه ازاي يا دكتور؟ بيتحفظ. يوسف نقول لكم ان الافعال دي بتتحفظ. يبقى هنا عندي ايو هي السوجيتو، تليفونو ده الفيربو، طب الحدث الاكسيون بتاعت التليفونو دي بتقع على مين؟ بتقع على فابيو، هو ده الكومبليمنتو، بس جه قبله في هنا ايه؟ preposizione a، في قبله حرف الجر a، عشان كده ده الكومبلمنتو ده بقى هنا ديريتو ولا انديريتو؟ لا انديريتو، مش مباشر عشان في la preposizione a. طب نشوف الاسامبيو التاني. il regalo è piaciuto tanto a Gigi. طيب تعالوا نشوف هنا الهدية اعجبت جيجي كثيرا، مين السوجيتو هنا؟ il regalo، خدوا بالكو verbo piacere ده يعني ايه؟ خطأ متوارث عند كل الدفعات الحقيقة. verbo piacere ده الفاعل بتاعه دايما هو الشيء اللي بيثير الاعجاب، هو ده بيكون الفاعل، الحاجة اللي بتثير الاعجاب هي دي الفاعل. نقول هنا il regalo è piaciuto، ايه اللي اثار الاعجاب؟ الهدية هي اللي اثارت الاعجاب، يبقى الهدية هي الفاعل، أثارت إعجاب مين؟ أثارت إعجاب جيجي. طيب يبقى il regalo è piaciuto tanto a Gigi، il regalo هو السوجيتو، è piaciuto هو دي كلها بعضها كده الفعل، عشان ده كده passato prossimo، ده هو الفعل، عجبت مين بقى؟ عجبت a Gigi، جيجي هي عندنا هي الكومبلمنتو اوجيتو. طيب هو ده هنا complemento oggetto عادي يا دكتور؟ يعني ينفع اقول عليه complemento oggetto؟ ينفع اقول عليه complemento oggetto diretto؟ لا ما ينفعش طبعا اقول عليه complemento oggetto diretto. ليه؟ لان في هنا preposizione a اهي، يبقى ما اسموش كده ايه؟ ما اسموش كده complemento oggetto diretto، امال اسمه ايه بقى؟ اسمه complemento indiretto. ليه؟ عشان في preposizione a. اخر اسامبيو هنشوفه. noi parliamo agli amici، يعني نحن نتحدث مع الأصدقاء. طيب فين السوجيتو؟ نوي. فين الفيربو؟ parliamo. طيب هو احنا ينفع نقول نوي parliamo gli amici؟ لا ما ينفعش، يعني ما ينفعش، انا ممكن اقول io parlo la lingua italiana، في الحالة دي
الكومبلمنتو هنا ده بقى مباشر خلاص، لكن انا في الاستخدام اللي قدامي ده في الجملة دي انا المفعول اللي عندي هنا اللي هو قال ياميتش ده هنا غير مباشر. طيب النقطة دي هوضحها تاني كمان دقيقتين بالظبط. يبقى نوي بارلي مول ياميتشي في الجملة اللي قدامنا دي السوجيت هو نوي، بارليامو هي او هو الفيربو، الياميتشي هي هنا ايه الكومبلمنتو. طب الكومبلمنتو هنا بقى ديريت ولا انديريتو؟ لا انديريتو، ليه؟ عشان في عندي الي هنا اللي هي بريبوزيتيون ا وملتحمه مع الارتيكولو ديترميناتيفو لي، فبقت الياميتشي. تمام. طيب في بقى جمله هنقولها كده، ما دام انا عندي هنا في كومبلمنتو انديريتو زي افابيو اجيجي الياميتشي، ما دام في كومبلمنتو انديريتو يبقى احط مكانه برونوم انديريتو. يعني ايه؟ قلنا الكلام ده برضو ده تمهيد هنفهمه اكتر، يعني ايه برونوم ديريتو يعني ايه برونوم انديريتو هنفهمه بقى في الدروس بتاعتهم بالتفصيل، بس انا لازم الاول افهم كده. بديكوا دلوقتي هنت، نفتكر كده الدكتور قالت لما الاقي كومبلمنتو اوجيتو ديريتو لما الاقي مفعول به مباشر ديريتو جاي من غير بريبوزيسيون جاي من غير حروف جر يبقى ده هحط مكانه برونومي ديريتو برضو. طب لكن لو لقيت كومبلمنتو انديريتو لقيت مفعول غير مباشر فيه قبله حرف جر يبقى هحط مكانه انهي برونومي؟ هحط مكانه برونومي انديريتو. محدش يقولي دلوقتي يعني ايه برونومي ديريتو انديريتو، هنتكلم عنه بالتفصيل جدا في الدروس القادمة، بس احنا بس دلوقتي بناخد كده ايه هنت نعمل ايه يعني ايه لما الاقي ده هحط ايه ولما الاقي ده هحط ايه. اوكي طيب تعالوا نشوف معلومة مهمة. ان بي نوتا بينا مولتي فيربي ترانزيتيفي possono avere insieme il complemento oggetto diretto e il complemento indiretto. يعني ايه الكلام ده؟ خدوا بالكم احنا بنتكلم عن i verbi transitivi، بتكلم عن الافعال المتعديه. خلاص احنا فهمنا ان في نوعين من الفيرب اللي هما الترانزيتيفي والانترانزيتيفو، فهمت امتى بقول على ده ترانزيتيفو وامتى بقول عليه intransitivo. تمام. طيب نرجع تاني للفيرب الترانزيتيفي اللي هي المتعدية، بيقول هنا بقى ان كتير من الافعال الترانزيتيفي ممكن تكون في قدامها في نفس الجملة complemento oggetto diretto مفعول به مباشر وفي نفس الوقت في معاها complemento indiretto. جميل، كالعادة مش فاهمين حاجة. طب تعالوا نشوف اسامبي. هنا مثلا بقول ho scritto una lettera alla mia ragazza. طيب تعالوا نشوف هنا مين السوجيتو، هو طبعا هنا مش مكتوب قدامي بس السوجيتو اللي هو io. طيب ho scritto هو ده الفيربو، io ho scritto انا كتبت، هو ده الفيربو في الباساتو بروسيمو. ho scritto كتبت ايه بقى؟ che cosa ho scritto una lettera، ادي كده مفعول مباشر الاول، ده كده المفعول عندي الاول. طب ده ديريتو ولا انديريتو؟ لا ده يا دكتور تعالى نبص كده هنا قبل الكومبلمنتو، لا في هنا بريبوزيسيون او حاجه؟ لا مفيش، بعد الفيربو جه المفعول مباشره، يبقى ده هنا الكومبلمنتو اوجيتو ديريتو. طيب نيجي نبص كده الجمله خلصت، لا ده في هنا متبقي جزء اهو الا ميا راجاتسا. طيب الا ميا راجاتسا ده الكومبلمنتو الانديريتو، هنا بقى المفعول الغير مباشر. ليه يا ترى غير مباشر؟ عشان في اهو هنا الا في قبله حرف الجر يبقى هنا معناها انا كتبت الرساله الى صديقي، لكن ما نحاولش برضو نترجم قوي عشان ما نتلخبطش في العربي، لكن احنا هنسال نفسنا كي كوزا او سكريتو انا بكتب ايه؟ بكتب una lettera a chi. خدوا بالكم جيت اسال عن الجزء الثاني من الجمله قلت a كي، بكتبها الى من؟ كي، يبقى في قبل حتى ما اقول كي حطيت قبلها بريبوزيسيون ا، بكتبها لمين؟ فهمتوا؟ يبقى انا عندي هنا فيربو سكريفر ده هنا فيربو ترانزيتيفو، فيربو متعدي. متعدي ليه؟ عشان بيجي بعده زي ما احنا شايفين هناك مفعول مباشر اللي هو هنا لترا، بس هو بيقول لك ان افعال مباشره كتير ممكن يجي معاها مفعول به مباشر كومبلمنتو جيتو ديريتو، وفي نفس الوقت ممكن يجي معاها كمان كومبلمنتو انديريتو زي ما شفنا في الجمله دي. طيب تعالوا نشوف فرازه تانية.
ho dato un regalo al mio amico. طيب هنا فين السوجيت؟ طبعا هو مش مكتوب برضو مفهوم اللي هو io. فين الفيرب ho dato؟ طيب كي كوزا ho dato؟ انا اديت ايه؟ اديت un regalo. طيب نيجي نبص بقى un regalo ده هنا ايه؟ ده مفعول. طيب ده المفعول ده diretto ولا indiretto؟ مباشر ولا غير مباشر؟ هنبص قبله كده هنا لقينا في هنا لا مفيش. تبقى ho dato un regalo هنا ده مفعول ايه؟ مباشر. هل الجملة خلصت كده؟ لا ما خلصتش. فينا al mio amico، اديت هدية الى صديقي. هنيجي نبص على al mio amico، في قبلها هنا ايه؟ في قبلها هنا al. طيب يبقى al ده هنا برضو preposizione، حرف جر. ho dato un regalo al mio amico، اديت هدية الى صديقي. طب تعالوا نبص هنا بيقول ايه. qualche volta، احيانا، possiamo usare un verbo transitivo con l'oggetto diretto soltanto oppure con il complemento indiretto soltanto. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان احيانا ممكن نستخدم un verbo transitivo فعل متعدي يا اما مع المفعول المباشر بس او مع المفعول الغير مباشر بس. ازاي؟ يعني مثلا احنا قلنا من شويه ان فيربو سكريفر ده من الافعال اللي هي بتقبل المفعولين اللي هو الديريتو والانديريتو. طب هل معنى كده ان انا ما اقدرش استخدم فيربو سكريفر مع مفعول مباشر بس او مع مفعول غير مباشر بس؟ لا ينفع. يعني انا قلت جمله مثلا اليساندرو سكريفي اون لاترا، اليساندرو بيكتب رساله، اون لاترا هنا دي كومبلمنتو، ده هنا ديريتو ولا انديريتو؟ لا ده هنا ديريتو. طب هو انا ينفع انهي جمله بالشكل ده؟ ينفع. وانا مش ينفع اقول انا بكتب رساله، انا بكتب الواجب مثلا، ينفع وخلص مش مهم اكتبه لمين، انا عايز اكتفي بالمعلومه دي. يبقى هنا دي ينفع استخدم الفيربو الترانزيتيفو ده مع الكومبلمنتو ديريتو بس. في جمله تانية ممكن استخدمه مع الكومبلمنتو انديريتو بس. هقول مثلا اليساندرو سكريفه ا سوا موليا، اليساندرو بيكتب لزوجته. طيب هل هنا الكومبلمنتو اللي قدامي ده ديريتو ولا انديريتو؟ لا ده انديريتو عشان في قبله طب هل الجمله كده حد يقدر يقول انها غلط؟ لا. يبقى معنى كده ان الفيربو في بعض الفيرب الترانزيتيفي زي فيربو سكريفر اللي احنا شايفينه ده ممكن يجي في الجمله معاه كومبلمنتو اوجيتو ديريتو في نفس الوقت معاه كومبلمنتو انديريتو، يبقى معاه مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. وفي جمل تانية ممكن يجي معاه مفعول مباشر بس او يجي معاه مفعول غير مباشر بس. تمام. طيب الدرس بتاع النهارده ده كده كان تمهيد، يعني انا مش عايزاكم تحفظوا حاجه، احنا مجرد بنفهم فكره، بنفهم يعني ايه فيربو ترانزيتيفو يعني ايه فيربو انترانزيتيفو. كل ده تمهيد لدرس البرونوم ديريتو اللي هو الضمير المباشر والبرونوم انديريتو اللي هو الضمير الغير مباشر. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يوجهه لي في المحاضره. طيب بير اوجي questo è tutto. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. ciao ragazzi ci vediamo la prossima volta. ciao ciao.